لان احنا لينا مده محدده القانون هينتهي الا لو تم مده. بالمناسبه يعني هي 15 اغسطس للمده دي ولا 30 سبتمبر؟ بس قبل ما حضرتك تكمل كلامك. 30/9 تمام. المده المفروض، والقانون مدي حق لرئيس الوزراء انه يمد المده. والدوله من حقها تمد، بس احنا بنتكلم على الحالي دلوقتي. طيب اللي بيحصل ايه؟ ان الناس كتير طلعت قالت اللي عليه المخالفه دي مالك العقار يدفعها. يا جماعه لازم نفرق ما بين حاجتين، وبرضه الناس عشان الناس تفهم. احنا المخالفه دي بتنقسم الى جزئين، مخالفه جنائيه ومخالفه اداريه. المخالفه الجنائيه الف ب المنوط بها الشخص اللي ارتكبها اللي هو خالف اللي بنى. تمام؟ المخالفه دي بتنقضي بمرور 3 سنين من وقوعها ومحدش يحاسبك عليها، او خدت حكم ومنفذ وقعدت ما تعرضيش فيه لمده 3 سنين. دي بتبقى على المالك. تعالى بقى نروح للاهم. انا ما تهمنيش المخالفه الجنائيه عشان الناس، بس الاهم ايه؟ الازاله اللي هي بتهدد الناس. الازاله دي مرتبطه بالعقاب. يعني لو الشخص اللي قاعد في البيت ده قال اصلا انا سمعت في التلفزيون انه بيقولوا المخالفه على المالك ونام في الخط وما راحش، صالح في النهايه هتيجي على دماغه، دي شقته. يا جماعه المخالفه اي يتصالع عليها اي حد صح، بدليل ان احنا في مستندات الورق اللي مطلوب للمصالحه بيقول ايه؟ مقدم الطلب وصفته، صفتك كمالك ولا مستاجر؟ قانون طويل اللي هو 59، القانون اللي واخد 59 سنه، فصفتك انك من حقك تروح تتصالح عشان العقار ما يتزلش. لو انت اعتمدت على ان المالك اللي هيروح، المالك باع الشقه وصدر عليه حكم وما نفذهوش او انقضى، فمالوش مصلحه. المتضرر هيبقى في النهايه هو صاحب الشقه، هو ده المتضرر الاساسي في الدوله النهارده. لو راحت تقطع مرافق زي ما سياده النائب قال او تزيل، مين اللي هينضرب؟ صاحب العقار. صاحب العقار، اسف، صاحب الشقه او المالك اللي صاحب الشقه. وعايزين نبقى واضحين، اغلب الناس لما اشترت وهي تعلم جيدا ان في مخالفه. الغالبيه كده، بدليل هتلاقي اسعار زهيده في الثمن لانه عارف انه مخالف، بتلاقيه عارف انه العماره نفسها ما عندهاش اي رخصه، فهو متحمل مع المالك هذا الوزر او هذا الذنب. فحضرتك اللي بيسمعنا النهارده لو اعتمد على ان المالك هو اللي هيروح يدفع المخالفه هو بيضيع وقته، لان القانون واضح جدا. ولكن بعض اللي طلعوا قالوا اصل روح اتحد وقدموا بلاغ في المالك، طب ما تقدم بلاغ في المالك. هو الدولة عارفة مين المالك ومين اللي خالف. طيب فناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا، ونقدم الطلبات لحسن المدة تتقفل وما يبقاش فيه مدة إضافي. الدولة احنا انا ما اعرفش الدولة هتعمل ايه، يمكن سيادة النائب هو عنده. انا الحقيقة سيادة النائب انا استأذنك يا استاذ احمد، لان انا عايز اعرف منه الموضوع ده. يعني بعد 30 سبتمبر سيادة النائب عايزين نعرف ايه اللي هيحصل، هل في اي نية للمد؟ طيب لو ما فيش نية للمد هيتم التعامل ازاي مع الناس اللي ما اتصالحتش بقى لحد مدة 30/9؟ أولا يا فندم أنا عايز أضيف نقطة اللي قالها الست المستشارة. اتفضل. حضرتك المستفيد من الخدمة هو الذي وقع عليه الضرر. ليه؟ أصحاب العقارات يا فندم كانوا بيتهيأوا على القانون ويجيبوا حاجة. أنا أستأذن حضرتك تعلي صوتك يعني حاجة بسيطة بس إن أنا أقدر أسمعك بشكل أوضح. بعتذر سيادة النائب. حضرتك جميع أصحاب العقارات المخالفة بنسبة 99%